أرجو أن تتوقف معي دكتور لنذهب إلى مطار العريش الدولي لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور مصر وتحديدا مدينة العريش. وهذه هي الطائرة التي تحمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيث يقوم بزيارة إلى مدينة العريش والتي يتفقد فيها المساعدات الإنسانية وكذلك أيضا المسؤولين بالمنظمة الأممية عن العمل الإنساني. وهناك أيضا زيارة سيقوم بها لمستشفى العريش العام للإطمئنان على حالة العديد من الجرحى والمصابين الذين انتقلوا من قطاع غزة إلى مصر لتلقي العلاج. كذلك أيضا من المنتظر أن يعقد غوتيريش مؤتمرا صحفيا هو الثاني له في هذه الزيارة منذ انطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أمام معبر رفح. سيكون هذا المؤتمر المجمع انعقاده ومن المنتظر أن يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية إضافة إلى ضرورة نفاذ وإدخال جميع المساعدات الإنسانية المتكدسة على مدار كيلومترات مختلفة أمام معبر رفح. للمزيد من التفاصيل من مطار العريش الدولي ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية محمد جمال. صف لنا المشهد لديك محمد، ما هي التفاصيل؟ نعم محمد، وصلت الآن طائرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مطار العريش في زيارة يزور خلالها معبر رفح البري للاطمئنان على الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى جانب عملية دخول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة. ومن المنتظر أن يزور المصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات المصرية والذين وفرت لهم الدولة المصرية كل أوجه الرعاية والدعم الطبي سواء في مستشفيات العريش أو مستشفيات مدن القناة أو الحالات التي تحتاج إلى تدخل أكبر تذهب إلى مستشفيات القاهرة. كما ترصد الصورة الآن، هذه هي الطائرة التي تقل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والوفد المرافق له، وفي انتظار عدد كبير من المسؤولين في زيارة رسمية يزور خلالها مستشفى العريش للاطمئنان على المصابين ويتفقد خلالها الوضع الإنساني في قطاع غزة إلى جانب الوضع اللوجستي فيما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى سكان القطاع. أنطونيو غوتيريش كانت له تصريحات صحفية سابقة حذر خلالها من الاجتياح البري من إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية، وقال أن هذا العدوان سيكون له تأثير على المستوى الإقليمي والدولي وليس على فلسطين فحسب. الآن توقفت الطيارة ومن المنتظر كما ترصد الكاميرا الآن وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي من المنتظر أن يعقد مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح البري للحديث حول هذا الملف، ملف المساعدات ودخول المساعدات ومسألة الاجتياح البري المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية. هذه الطيارة التي وصلت منذ قليل تقل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من المسؤولين في زيارة تبدأ من هنا من مدينة العريش ثم إلى مستشفى العريش للاطمئنان على حالة المصابين. كانت لأنطونيو غوتيريش زيارة سابقة في 20 أكتوبر الماضي وقال أن خلف هذا الجدار خلف معبر رفح هناك أكثر من 2 مليون مواطن يحتاجون إلى الماء والغذاء والدواء، وأن أمام معبر رفح شاحنات تحمل كل ما يحتاجون إليه من مساعدات سواء على المستوى الغذائي أو الطبي، وطالب وقتها بسرعة دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى معبر رفح، إلى جانب بالطبع أنه طالب في ديسمبر الماضي مجلس الأمن بسرعة التحرك للحيلولة دون وقوع كارثة أو
إبادة في مدينة أو في قطاع غزة، وبالفعل استجاب مجلس الأمن وطالب بإيقاف أو بتوسيع رقعة دخول المساعدات. الآن وصلت هذه الطائرة التي تقل الأمين العام للأمم المتحدة، ووصل الأمين العام إلى أرض مطار العريش.